السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب دويرة مع هذه الصور، ونذكركم أنه حسب التصريح نتاع الأمين العام لوزارة السكن والعمران أنه الملعب هذا سوف ينتهي الأشغال به في شهر سبتمبر، يعني مع نهاية 2023. رغم أني أنا شخصيا لا أؤمن كثيرا بالإعطاء مواعيد هكذا، يعني عندي تحفظ على هذا الموعد، لكن معليش هذا هو التصريح نتاع الوزارة المكلفة بالأشغال تاع الملعب هذا، يعني اللي تقول باللي الانتهاء الأشغال يكون في نهاية السنة هذه تاع 2023. نخليكم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.